وللمزيد ينضم لنا هاتفيا من رام الله الدكتوره تماره حداد الباحثه السياسيه. بنرحب بحضرتك يا دكتور. تحياتي لكم ولقناتكم الكريمه ولكل متابعينكم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني كما ذكر هذا التقرير في وجهه نظرك، هل هو فشل في فكرة الإعادة للمناطق مرة أخرى من الشمال للوسط للجنوب ثم عودة إلى الوسط والشمال مرة أخرى؟ هل هو فشل في تحقيق الأهداف أم أنه يعني حجة من الحجج حتى يتم التدمير وزيادة التدمير وإطالة أمد الحرب؟ يعني أولاً الاحتلال الإسرائيلي يدخل إلى مناطق قطاع غزة التي خرج منها هو عندما يتم تجميع المعلومات الأمنية الاستخباراتية أن هناك تواجد بكوادر القسام أو سرايا القدس أو هناك منصة لإطلاق الصواريخ فهو يدخل هذه المنطقة، لذلك يحدث الاشتباك. منطقة الشجاعية لماذا دخلها رغم أن هي المرة الثالثة؟ دخل إلى منطقة الشجاعية جاءته بعض المعلومات أن هناك يتواجد عدد كبير من القسام أو كوادر القسام، لذلك دخل هذه المنطقة وبالفعل كان هناك عدد من القسام، أدى إلى أمر أن كان هناك في كمين في أحد المناطق في الأحياء في منطقة الشجاعية، أدى إلى قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وأيضا إطلاق بعض المنصات أو بعض النوع من القنابل التي القنابل اليدوية التي يصنعونها الفلسطينيون أو المقاومين. فلذلك الاحتلال الإسرائيلي لم يخرج من هذه المنطقة إلا لإزاحة آخر قطعة سلاح. يعني الهدف الأساسي من الدخول والخروج من هذه المناطق هو صحيح هو فيها نوعا ما من الفشل الاستخباراتي في بداية الأمر، أنهم يعتقدون أنهم حققوا نوعا ما من إزاحة أو اقتلاع المقاومة من أرض قطاع غزة تحديدا في المناطق التي يدخلها، هو يعتقد أنه نظفها أو عقمها أو أزال المقاومة، لكن يتفاجأ أن هناك ما زال مقاومين متواجدين في هذه المنطقة أو ينتقلون من منطقة إلى أخرى المقاومة سواء كان رفح إلى منطقة الوسطى إلى منطقة الشمالية. الاحتلال الإسرائيلي لن يوقف هذه الحرب طالما أن هناك صواريخ، طالما أن هناك مقاومين، طالما أن هناك اشتباك، طالما أن هناك يتواجد آخر مقاوم مسلح في سواء كان من حركة من القسام أو سرايا القدس أو من الفصائل الأخرى، فإن إسرائيل سوف تبقى دخولها. الآن هي تريد أن تسمح لذاتها إسرائيل بحرية العمليات، وهذا من خلال إيجاد تموضع أمني سواء كان في الممر السريم الذي وضعت بعض القواعد العسكرية من أجل الدخول الخروج والسهل بشكل سهل إلى كافة المناطق وأيضا منطقة محور فلادلفيا. فبالتالي الكيان الإسرائيلي إذا تحدثنا بكل واقع نتيجة فشله بمعرفة أين تواجد في بداية الأمر، أين يتواجد هذا المقاوم، ثم يتفاجأ بجمع معلومات أخرى أن هناك مقاوم يدخل إلى هذه المنطقة ليقوم بعملية تنظيفها أو عملية اقتلاع المقاومة. هذا الهدف الأساسي كمعادلة إسرائيل الجديدة، نزع السلاح ثم إيجاد نوعا ما من صفقة أو وقف إطلاق النار. طيب دكتور، يعني حضرتك تتحدثي عن استمرار العمليات حتى يعني الوصول لسواء المنصات أو حتى المقاومين وما إلى ذلك، لكن يعني في الأخبار ذكرنا منذ قليل أيضا فكرة رد سيد نبيل بوردينا عن عدم وجود قوات دولية، إذا هناك حديث عن بداية أو ماذا سيتم أو كما يقال اليوم التالي للحرب، أنه دعوات من الجانب الإسرائيلي لوجود قوات دولية، وهناك أيضا ذكرنا في الأخبار أيضا أنه هناك حديث عن اجتماع في مجلس الأمن والأمم المتحدة وما إلى ذلك للحديث عن تكلفة إعادة الإعمار وما إلى ذلك. هل يعني ذلك تناقض في أنه نتنياهو يؤكد مرارا وتكرارا أننا لن تقف الحرب حتى تحقيق الأهداف، والأهداف هي القضاء على حماس وإعادة المحتجزين؟ كيف تري في وجهة نظرك هذا التناقض؟ ليس تناقض. نتنياهو كان صريحا يوم أمس، نتنياهو كان لديه تصريحات يوم أمس أشار لن نخرج من أرض قطاع غزة إلا لإنهاء المقاومة المسلحة، كان صريح في هذا الأمر. فيما يتعلق مجلس الأمن، مجلس الأمن هو من أجل اجتماعه من أجل الإعمار، ولكن الإعمار لن يحدث طالما أن الحرب قائمة في أرض قطاع غزة، هو لن يحدث، لكن هم يهيئون مستقبلا بعد إنهاء جزءا، لو كان 80% حسب الواقع الإسرائيلي إنهاء القوة المسلحة، كما أشار جالنت يوم أمس وزير الجيش الإسرائيلي أشار أنهينا وقوضنا قدرات حماس العسكرية، وهذا إشارة أن عملية انتقالهم يهيئون الوضع الداخلي الإسرائيلي، يهيئونه للانتقال إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي عبارة عن حرب الأهداف، هي لن تتوقف الحرب. يعني هل الضفة الغربية هل توقفت الحرب رغم أن هناك سلطة فلسطينية تتحكم في زمام الأمور الإدارية والمعاشية، لكن الضفة أكثر من 76 عاما وما زالت الحرب الصامتة قائمة. هذا ما يريدون أن يتم عملية رسمه في قطاع غزة، حرية الدخول والخروج،
عندما يكون هناك وجود مقاومين يعتقلونهم أو يقتلونهم أو عملية تخفيف من نطأة المقاومة المسلحة من أرض قطاع غزة. الهدف الأساسي هو تهيئة الوصول إلى اليوم التالي. اليوم التالي بالنسبة لإسرائيل حتى هذه اللحظة كانوا يعتقدون أن يتم إيجاد قوة عربية أو قوة دولية. طبعا الدول العربية ترفض سياقات هذا الفكرة، يعني سواء كان الموقف المصري يوم أمس عندما أشار لن ندخل قوات مصرية حتى لا تشتبك مع المقاومة المسلحة، الموقف الأردني كذلك يعني أشار قبل يومين لن نرسل قوة أردنية إلى القطاع غزة حتى لا يكون هناك مستقبلا اشتباك مع المقاومة المسلحة، وهذا يؤدي إلى يعني نوعا ما من زعزعة هذا الفلسطينيون بالموقفين الأردني والمصري. لذلك رفضوا، حتى الدول العربية أخرى لن تقبل، هي تريد أن إيجاد أفق سياسي ترتيب البيت الفلسطيني ثم أن يكون هناك نوعا ما من إيجاد اليوم التالي. الفعل الذي يريده العرب هي إيجاد أفق سياسي لحكم قطاع غزة وليس تحت فرض أمر واقع، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية حتى من إسرائيل ذاتها، حتى القوة الدولية التي سوف تدخل أرض قطاع غزة، من سوف يدخل أرض قطاع غزة وأن يعمل بدل الجيش الإسرائيلي باقتلاع جذور المقاومة، أن يحدث هناك اشتباكات وأن يحدث هناك تفجيرات. هل كل ذلك ضمن المرحلة الثالثة يا دكتور كما وصفتيها، يعني مشهد أو يعني كما تصفي لنا سريعا على المرحلة الثالثة، هو كل هذه ما تقولونه الآن ضمن المرحلة الثالثة لهذه العملية؟ نعم، هي المرحلة الثالثة هي عبارة عن حرب الأهداف، هي عبارة عن عمليات موضوعية جراحية. يعني تعتقد يعني الإسرائيليون الآن حسب يعني توجهاتهم وتصريحاتهم يشيرون أن 80% قضوا على حركة حماس، ولكن هي إذا تحدثنا بكل واقعية حتى لو قضت على حركة حماس فإن سوف يخرج مقاوم من تحت الأرض، يعني سوف يخرج عملية فردية هنا عملية فردية هنا، فلن تقف هذه الحرب. يعني بالتالي حتى التصريحات الإسرائيلية أشاروا أن الحرب على أرض قطاع غزة بحاجة إلى عامين آخرين، وهذا إشارة أن إنهاء الفكر السلاحي أو فكر المقاومة المسلحة من أرض قطاع غزة حسب ضيقتهم التي هم يضعونها بحاجة من عام إلى ثلاثة أعوام. الآن إحنا انتهينا من قرابة العام، إذا بقي عامين، فبالتالي من سوف يستلم قطاع غزة لإنهاء معضلة السلاح؟ الذي سوف يستلم قطاع غزة لإنهاء معضلة السلاح سوف يعاني كما يعاني الجيش الإسرائيلي الآن بسحب السلاح. هذا إشارة ما يحدث الآن على أرض الواقع، أن إسرائيل الآن والولايات المتحدة الأمريكية هم معنيان بإيجاد بديل، لكن البديل اللي حتى هذه اللحظة لا أحد يقبل، حتى السلطة الوطنية الفلسطينية لم تقبل أن تنزل إلى قطاع غزة وأن تكون هي البديل، سوف تؤدي إلى مشاكل وسلم الأهل الفلسطين، ولم تقبل بأن يكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية تدخل وتخرج وقتما تشاء، وهي فقط أنها تثير الواقع المعاش كما يحدث الآن في الضفة الغربية دون أفق سياسي أو رؤية سياسية لتحول هذه السلطة إلى دولة فلسطينية. نعم. اليوم التالي بالنسبة لإسرائيل غير قائم، اليوم التالي بالنسبة لإسرائيل هي سيطرة أمنية شاملة، حتى لو أوجدت البديل هو سوف يعاني من حركة حماس أو المقاومة المسلحة أو حتى من الحركات الأخرى الجهاد الإسلامي. إن خرجت إسرائيل سوف تعيد ترتيبها إلى الضفة الغربية. نحن اليوم بعد 76 عاما إسرائيل هي احتلت الضفة الغربية، حتى لو كان هناك السلطة هي حكم ذاتي لا أكثر ولا أقل. حتى هذه اللحظة يتم تنظيم من المواطنين الفلسطينيين تحديدا في مخيم جنين ونابلس، كلما كان هناك ضربة استباقية لاقتلاع جذور المقاومة الفلسطيني يقوم بتنظيم نفسه لعدد من الشبان من أجل مقاومة المحتل. الإسرائيليين يدخلون من أجل مشابهة هذا أو اقتلاع هذا الأمر. هذا ما سوف يحدث في قطاع غزة. قطاع غزة لن تهدأ، حتى الضفة الغربية لن تهدأ طالما أن هناك يمين متطرف لا يؤمن بواقع إيجاد الأفق السياسي. الضفة الغربية أو قطاع غزة لن تهدأ على أرض الواقع، حتى لو أوجدوا قوات حفظ السلام أعتقد أن الفلسطيني من داخل قطاع غزة تحديدا عقلية أهل قطاع غزة مختلفة عن الضفة الغربية سيستمر في الحوار. نعم، وضحت الفكرة. أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، كنت معنا من رام الله على هذا التحليل الوافي.